بقدوم عيد الفطر السعيد، أقامت جمعية أسرة مسرح الطفل مهرجان بسمة الطفل في دورته الخامسة بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية، وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون. جديد هذا العام هو حفل غنائي خاص بطفلين من أطفال The Voice يلي هو تيم الحلبي والطفل نينار دلة. هيدو رح يغنوا تاني يوم العيد، حبينا يشاركوا معنا وحاليا هم موجودين بربوع اللادية. طبعا منونا نهلا وسهلا وبانتظارهم بكرة الساعة 6. عنا فرقة طيور الجنة اليوم الثالث، عنا مسرحية كتير أخذت صدى باللادية اسمها أساطير من سوريا، كمان أيضا الساعة 6. مدة المهرجان 4 أيام. مهرجان بسمة الطفل الانطباع الخامسة بحلسته الجديدة، هيدي هي الرجاء بزرع بسمة جديدة وحلوة بمرحلة جديدة بالزمن هذا وبهالوقت هيدا للأطفال وللبلد هون. مع كل الأمل نحن أنه نقدر نرجع نرجع البسمة ونرجع نرجع هالضحكة هيدي للوطن. حاولنا نقدم شيء مختلف ومتميز هالسنة من خلال تقديم المؤامرة اللي انحبكت على سوريا، اتهامها هي عم تضرب بالكيماوي. حاولنا نقدم هالشيء انه عبارة هو عن فبركة إعلامية لاتهام سوريا ووضعها تحت المجهر على انها هي دولة إرهابية، والعكس هي سوريا داعية راعية للسلام وبشكل دائم على مر العصور ومعروفة سوريا مين هي. المهرجان مثل ما شفتوا انه خلال الأزمة انه يمكن صعب كتير على الأولاد يروحوا ويجوا، مصاريف كتيرة، فهيدا عاملينه مجاني منه منخلي الأولاد يتعلموا شيء بهيدا العيد، ومنه أنه بيكسبوا شيء يعني وبينبسطوا بنفس الوقت. فقرات مسرحية متنوعة تناولت جوانب مختلفة لرسم البسمة على وجوه الحضور. بكون في نحن عنا دور بكون كيماوي، يعني بيقصدوا فيه بيضربوا علينا كيماوي، وبعدين عنا الفصحى هاي الفية الارهابيين، هذا دوري انا. لو انا كنت دور العسكر لما بيحمل العلم بيطلع من الباب بينزل بيتقبل المسؤولين، نطلع بوقتها بقص الجاتو، بعدين نحن بنطلع بنروح على العلبه، بقى هون بيرحبوا فينا. كان عندي مشهد للكيماوي ومشهد الشياطين نهجم على الملائكه بدنا نخرب لهم اللوحه، وكمان وقتها بنطلع وبصير بنعمل مشهد للكيماوي. انا بمثل بتاعين الوحوش لازم نخرب لهم للملاك دورهم، وكمان انا مشارك بالدخله، كنا مشارك بالعرض. نحن بنكون ارهابيه بالفصحى، بدنا نقتل للبنات عم يجوا الجيش وبيخوفونا، ونحن بدنا نقتل الجيش وما بنقدر عليهم نهرب. يستمر مهرجان بسمة الطفل لمدة 4 أيام بتقديم عروضه المسرحية لزرع البسمة على الشفاه وإعادة الأمل للأطفال بغد مشرق جديد.